هذا نقاع المربع هاي بيقفلته بيقفلته. زين ثاني هاي نخش في المخبوط عنده دخله برضو عنده قفله. يلا خش في الدخله. دي الأخيرة القفلة. أيوه. زين. دي الاثنين. يعني الدقلاشي. زين. دي الثالث. عنده دخلة وعنده قفلة. طيب. الدقلاشي. احنا هذا الشغل حننزله في اليوتيوب بعدين. دقلاشي. كون صدق اللي وجه الله تعالى ان شاء الله. زين ان شاء الله. الشيخ خالد. دقلاشي الثلاثة ماشي. ده الدقلاشي حسن المربع. المربع المخبوط والدقلاشي. المخبوط دقنا. ايوه. زين. زين. ها؟ الهمباتي. الرابع الجاي نوع. ايوه. زين. ايوه الهمباتي. شو؟ الاستفتاح. ايوه. ان شاء الله تبارك الله. طيب القدورابي. طيب القدورابي. ده الخامس. ده القدورابي. ده القدورابي. فضل لنا شنو؟ الحربي. الحربي. الحربي ثاني فيه ثاني؟ ظلينا الشايق طان ما كثير. الشايقي. آي. لكن والله جميل ومحبوب. آي. لا بزر شوية كذا. الشايقي ذا. بتعرف محمود الشايقي؟ كذا كذا بزر زيو. كذا. يلا ابدا شيخ محمد. ماشي هو كده صح يعني الغاء السابق. لا لا عنده دقه حلوه اختي كلي كده كلي عنده دقه حلوه الشواقه دي. لا لا دقه انا دقه كده دقه حقه ما حد يقدر. زين شيخنا شيخنا وانا في شيخ محمد شيخ محمد جاد الله ايوه ايوه صح بالضبط بالضبط الوزر. أنا شفتك في مثلا يوم قلنا محسورك عندك دخلات كذا كذا تك 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 دي في لا 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 مثلا يوم قلنا محسورك خفيفة مثلا يوم قلنا محسورك لا حاجة خاصة كذا ده طبعا ده الدق الأصلي ده الدق الأصلي في حاجات تجيك فنية يعني وديك فنية هاي ما قلت لك ده شغل حقك بلاك في برضه الحربي عارفين وش؟ دي انا في مثلا نقول له محسورك دي دقتها شنو الثقيله متى نقول يعني لا متى نقول له محسورك انت مثلا مدحت لنا خفيفه لا عندك واحده ثقيله اللحم ثقيل متى نقول محسور لا 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 ما دي المدحه لكن الدقه لا
كيف متى يا مقول محسوريك أزوريك وحظة أزوريك متى دي التقيل أنا كنت أقصد دي كيف كده متى أيوة دي عندك فيها تكي 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 دقة كده ده كيف يعني كده يا شيخ ما هو ناي دي أهل التفنينات بنكلمك عنها ودي يظل عنده اختراعات كده براو في البار ده لا التفنين دي تعالي شقلبات حقته براو التفنين ده الزول كان بدا بيه طوالي مشكلة ولا ما يبدا بيه لازم تتعلم الاصل حتى شنو ثابت تسيها دخلة كده في صغيرة في النص كده يعني حاجة كده اسيب تي زول بادي ما ينشط على التفنين نهاية ما ينشط مش كده لانه شنو بيعمل خلل بالنسبة للشغل يعمل الثابت لكن الثابت ده حسي دي حسي ده شنو المربع والحربي والقدورابي المربع والمخبوط والدقلاشي والهمباتي والقدورابي والحربي والشاقي دي لغات الاصليه صح سبعه ايوه ثاني في حاجه في غاء ثاني ثاني اللي تفنين بس يا لغات طبعا اي غاء عنده عرضه عنده عرضه هاي صح يعني هسه في المربع ده مثلا طيب لا تركدي ده عرضه شنو أرض بيها ستاتنا عايشة أرض بيها ستاتنا عايشة يا هبا خيراتنا عايشة يلا قم رقب أحمد قم رقب أحمد قم رقب أقول فرصك فرقم ليش ما شنو دي حق الرقبه دي دي عرضتها سلمانية عرضتها هي دي عرضتها المديح كله يعني بالذات في زمن ده شغالين فيها لكنها زمان المديح زمان اي غا عنده عرضه اي غا عنده عرضه برا لكن هسه بقت المعروفه دي يعني بس المداح بيشوف الزول ده خاش بشنو بهي بقوم تقول لهم يعني هسه الناس بيرغبوا دائما دي لانها شنو فيها رئيس الرقبه ده والحاجات دي ايوه جزاك الله خير مولانا شيخ محمد شكرا الله محمد جاد الله وشيخ أبو ذر بلا أبو ذر الغفاري.